عشان كده بنفكر او بيفكر ده بتفكر اداره الاهلي انه يبقى في متحف كبير النهارده من درع الدوري المصري. الموضوع ما شاء الله كتر قوي بقى، فلازم يتحط بقى متحف في بقى. متحف. وبعدين طبعا يعني ببارك طبعا لاسره النادي الاهلي كلها، اسره الطايره الستات ورجاله طبعا، ودي بطوله على الهوا موجوده اهي، والكابتن حمدي الصافي والكابتن حمدي طبعاً. وده ما كانش غريب عليه لان هو يعني من هو لعيب حتى صاحب بطولات كتيره. اللي عايز اقول ان دي بطوله وبطوله على الهوا عشان اثبات ان النادي الاهلي حتى في الالعاب الاخرى هو البطل على طول، سواء طايره سواء سله سواء هاندبول، العاب فرديه الاهلي بطل في كل حاجة زي ما بنقول، عشان ما حدش بس يشكك ان بس ايه كرة الصلاة ومش كرة الصلاة والحاجات دي. دي طبعا لحظات التتويج والبنات بيستلموا الميداليات الذهب، وان شاء الله بكره بفكر حضراتكم جمهور نادي الاهلي وخصوصا عشاق كره الطايره بكره ان شاء الله برضو ماتش الفاينل كاس رجال الاهلي والجيش ان شاء الله، وابطالنا يفرحونا ويفرحوا جماهير الاهلي ويجمعوا ثنائيه. هنتكلم على 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 سيدات جمعوا بين الثنائيه دولي وكاس، وان شاء الله الرجاله بكره يجمعوا ان شاء الله لو فازوا بالكاس يبقوا جمعوا برضو الثنائيه دولي وكاس ان شاء الله باذن الله باذن الله. انا بس الجيل اللي ما حضرش كابتن حمدي الصافي وهو لاعب كره الطايره، واحد من ابرز واميز لعيبه كره الطايره اللي جم بتهيألي يعني، ودي وجهه نظر شخصيه، على مر صحيح. التاريخ عدد كبير جدا من البطولات، مستوى فني ولا اروع، مقاييس لاعب فولي بول عالمي، والحقيقه كمان اثبت انه كمدرب لا يقل نجاح ولا يقل نجوميه ولا يقل تميز عن حمدي الصافي لاعب الفولي. حمدي الصافي برضو محقق أرقام كبيرة جدا كمدرب، قدر يفوز بعدد كبير جدا من البطولات مع فرق الطايرة. أنا شايف إن أجيال كتيرة في النادي الأهلي والأجيال اللي قبل كده ونور عطية وإخوان الشموتي طبعاً. أسماء كتيرة جدا جدا كنا على طول بيفرحونا الحقيقة في طايرة النادي الأهلي يعني. يلا سمعني الصوت، سمع الصوت، دي اللقطة طبعا، الصورة اللي هتتحط في مكتبة وفي أيوة. وعلى حيطة وفي بيت كل نجمة من النجمات بعد ما رفعوا الكاس الذهب. طب نروح لشريف يوصف لنا أكتر ويدينا تفاصيل أكتر عن اللحظة دي. اتفضل يا شريف. مليون مبروك يا زميلي أحمد، طبعا مليون مبروك لكابتن حشيش، مليون مبروك لكل مشاهدي قناة النادي الأهلي. الفرحة حلوة والنادي الأهلي عودنا على طول في الانتصارات، يمكن الكاس أهو في انتظار طبعا الكابتن سامح حمدي رئيس اتحاد الكرة الطائرة المصري بيسلم الكاس لكابتن فريق النادي الأهلي رقم 8 اللاعبة نهلة سامح. بطولة النادي الأهلي عودنا دايما بالبطولات، يعني ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، هو ده النادي الأهلي. كاس مصر تلاقي النادي الأهلي موجود، دوري تلاقي النادي الأهلي موجود، أي بطولة في العالم النادي الأهلي قادر على جلب البطولة لدولاب بطولات النادي الأهلي. مليون مبروك لكل مشاهدي قناة النادي الأهلي، مليون مبروك لكل نجمات لاعبي النادي الأهلي، الحصول على بطولة الدوري من يومين والآن بيحصلوا على بطولة جديدة هي بطولة كأس مصر، بطولة بتضاف إلى سجل البطولات الكبير جدا للنادي الأهلي. والكابتن حمدي الصافي المدير الفني الكف، الكابتن حمدي الصافي اللعيب الكبير جدا المدير الفني بيحقق أرقام وإنجازات يعجز أي حد على تحقيقها في الفترات المقبلة. يمكن أمامي شروق نجمة لاعبة النادي الأهلي شروق فؤاد، طبعا رقم 9 محتضن الكاس، مش عاوز تديه لحد طبعا، حققها شروق من نجمة من نجوم النادي الأهلي، تعبوا في بطولة الدوري والنهارده بيتعبوا في بطولة الكاس. كانت مفاجأة طبعا خروج فريق الزمالك من الصيد، ولكن الأهلي قدر يكسب الصيد 3-0. يمكن الشوط الأول 25-18، الشوط الثاني 25-20، الشوط الثالث 25-13، يمكن في الشوط الثالث وصلنا للنتيجة كان 11-0. النادي الأهلي كان مكتسح في الشوط الثالث عشان يفنش الجيل. أمام الآن وأمامكم كل لاعبي النادي الأهلي والجهاز الفني في صورة تذكارية مع كأس مصر اللي بيضاف إلى بطولات النادي الأهلي. كان حريص طبعا الكابتن الكبير الكابتن محمود الخطيب أن يكون موجود في صالة الشرعية للدخان علشان يشاهد أبطاله، يشاهد نجوم النادي الأهلي بالحصول على كأس مصر. الفرحة حلوة والانتصارات حلوة، وهو ده النادي الأهلي اللي معودنا على طول على الانتصارات وعلى الفوز.